السلام عليكم. اهلا وسهلا. خاطر بي كانوا قدايه شطره مو؟ انت خا عائله خرته. ها ترى عوالد يعني قبطت المدرسه مو؟ اي انا قبطت وانا بالي تاما ومري اخو. وعلى الخمه للاسود وسادة. والدتي خفقان صدري وهي هم السكر. وبليله دخله بيختل اخذ شيخه خا. خاصه بيختل. وانا قبل تبقى قبل بين المستشفى. قلت له غمره يعني قبل. ومن داني ما تدوثي اخلي تلسقوف أنا ديام بشولة لإخالة جماعي تا كلها كما يعني هدي آتي بشتين بس لا جماعي يعني ناشي كلين لا هدي أني بشولة آتي بقارك أني معيني لا لا ناشي. كم عيني يعني ناشي كلين ويومية آتي طباخي يعني خدمة لا لا ناشي ودخ يعني كل يوم بلقد يوم ليلة جماعات يعني وجباتي وجباتي إيه وكما عائلة برضو تلخك خاك ما يمخلت مثلا أدوات كما تشاوه والله خمسة وشوئي أمه أمه بداية مدراسة ما أمه بشحل بشحل يعني بشحل يعني 100 نفر تقريبا خطرات أخا كخلي وإذا قسم كخلي يعني كودي خالة طاليها ودخي أرز بقاني بنافين كله يخو مغضالة كل مدوب هذا مثلا بس ما قانا أبو هذا صاف ما قال عدد نفرات ديوخ بيوخ عدد نفرات أبزاق وهذا رز لهم الحمد لله وشكرا بس ما قانا بس أنا مثلا دالينا قسم كم بشري قسم اختصاص غسل مواعين قسم تنظيف قسم قماثي ماي والحمد لله المهم يعني متعاونين انتو كله يقولون لا خلنا متعاونين خلنا ديخ برخش مواعين والحمد لله وشكرا بس ما قانا خالتو داك دخلتو خالت خيالا ما حكيتو لا ايه ما هيك سيتا سيتا مقرقوش مقرقوش حمدانية يعني حمدانية ايه وداخل رق لك وكم شفوتو لا ايه وداخل لك ايو ثيخ لك اقو سالسي بات راتش ايه الحمد لله الحمد لله ها ها بس ديان كنك مخليلا ومشتيلا على خالف ليه ان شاء الله مريم عذرا نصر لي
مشتاق جليل فريم، مسؤول إغاثة النازحين من بعشيقة إلى مناطق سرسينغ وباد راش وباقي المناطق. طبعا باسم جميع العوائل النازحة نشكر الجمعية الخيرية الأشورية على تقديمهم المساعدات إلى هذه العوائل في هذه الظروف الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا المسيحي في كل مكان. عدد العوائل النازحة في هذه المناطق ما يقارب من 250 عائلة، بالإضافة إلى وجود عوائل في متفرقة في مناطق أخرى. دائما بسبب هذه الظروف وقلة الإمكانيات تتم عملية إطعام وإسكان العوائل النازحة في مجمعات أو في مدارس تابعة لأبناء شعبنا. الطبخ عادة ما يكون جماعي، وتم تهيئة وتوزيع الدواشق والمخاديد والأفرشة على هذه العوائل، والحمد لله. أكيد هذا ما كان يتحقق لولا جهود الناس الخيرة وفي مقدمتهم، وأول من أوصلنا المساعدات الجمعية الخيرية الأشورية وباقي المنظمات الأخرى، مشكورة جميعا أنه وصلتنا هذه المساعدات إلى هذه العوائل النازحة. نتمنى من الرب أنه ونطلب ونتضرع أن تمر هذه الغيمة على أبناء شعبنا حتى يعودوا إلى مناطق سكنهم بشفاعة أمنا العذراء مريم وباقي الرسل والقديسين. وشكرا. آمين. شكرا عليك. أنا كل الأخ بس بقطعة في دمخي وأرضي الله.